عن الممشى. هنتكلم في الأول على الربط بين الجزء السفلي والعلوي، احنا قلنا الممشى مستويين، ونتكلم على الخدمات التي تقدم من الدولة بقى للمواطن ببلاش، يعني يقدر ينزل يستمتع بيوم كامل زي ما كنا بنقول أثناء التقرير بدون ما يدفع حاجة. اتفضل. طبعا يا فندم احنا حضرتك النهارده ما نسيناش طبعا ان حضرتك يكون في مناطق ربط بين الجزء العلوي والجزء السفلي. انا مش عاوز اهالينا اللي اتمشوا على الكورنيش ونزلوا فيه يفضل ماشي من اول الممشى لاخره عشان ينزل الجزء السفلي، او يفضل ماشي من اوله لاخره عشان يطلع للجزء العلوي مره اخرى. احنا عندنا حضرتك كل 300 متر عاملين سلالم للصعود والهبوط عشان ربط الربط بين الجزء العلوي والجزء السفلي. الممشى يا فندم اسمه ممشى اهل مصر، والاسم اختير بعنايه فائقه عشان يعبر عن مضمون الممشى. ممشى اهل مصر ده بكل المصريين، يستطيع اهالينا في كل مكان بنطوره كافه الخدمات اللي بنقدمها في المرحله الاولى ستقدم في باقي المراحل. يستطيع اهالينا اللي ساكنين قصاد كل منطقه من نهر النيل انه يقدر يخرج من بيته، حتى لو بيحب رياضه المشي يقدر يخرج من بيته مشيا على الاقدام 10 دقائق او 7 دقائق او 5 دقائق على حسب المسافه اللي ما بينه وما بينها، يقدر يوصل لكورنيش نهر النيل، يستمتع بالجزء العلوي كامله، يقدر ينزل للجزء السفلي كامله ويقضي يوم كامل ثم يرجع بيته مره اخرى سبع الاقدام بدون رسوم. يعني لو كمواطن ساكن مثلا قصاد المسافه من كوبري 15 مايو حتى كوبري امبابه، مسافه بينه وبين كورنيش نهر النيل 5 دقائق مشي او 10 دقائق مشي، استطيع اخرج هذه المسافه مشي، اقدر استمتع بيوم كامل على الكورنيش. محدش هيقول لي ادفع رسوم وانا داخل، سواء الجزء السفلي او العلوي. او الجزء العلوي في اماكن للراحه، يعني انا تعبت مثلا عاوز اريح، في معد اماكن للراحه؟ طبعا يا فندم في اماكن للراحه موجوده في المستوى السفلي والمستوى العلوي، ده خارج الكافيتريات والمحلات بدون رسوم برضه. معلش انا باكد على النقطه دي. لا يا فندم بدون رسوم، يستطيع اهالينا يستمتعوا بيه. حضرتك النهارده الخدمه الوحيده اللي اهالينا هيلاقوها بفلوس هي الخدمه بتاعت المحلات او بتاعت الكافيتريات او المطاعم او الجراشات. سيادتك لو النهارده رايح في اي مكان بتركن في جراج هتدفع رسوم الخدمه، لو رايح حضرتك النهارده عند كافيتيريا هتدفع رسوم الخدمه. فالخدمات فقط اللي حضرتك هتطلبها داخل الممشى او داخل الاماكن المخصصه ليه هي دي حضرتك اللي تدفع الرسوم بتاعها. انما لو حضرتك النهارده راح تستمتع بالكورنيش فقط للتنزه في الجزء العلوي او الجزء السفلي، تستطيع ان تتنزه فيه انت وعائلتك كامله في الجزء العلوي والجزء السفلي بدون اي رسوم. هايل. المرحله الاولى اللي تم افتتاحها خلاص بدات الناس تنزل فيها وتشتغل ولا لسه؟ طبعا يا فندم كانت موجوده يوم الجمعه، كانت موجود الناس موجوده يوم الجمعه، موجوده في اغلب الاماكن. حضرتك النهارده بس احنا انا باكد اهو من 15 مايو لكوبري امبابا متاح لكل اهالينا في هذه المنطقه او اي منطقه في مصر، عاوز يروح يستمتع في مكان لركن عربيتك وتستمتع، مش عاوز تدفع اي رسوم، مش هتستخدم الكافيتريات، اتمشى واستمتع. عاوز تستخدم الكافيتريات او تشتري اي شيء كله متاح، صح كده يا باشمهندس؟ طبعا يا فندم. لا ده احنا حضرتك بقى يا فندم عاملين اكتر من انشطه داخل الممشى. انا بستهدف بقى سيادتك كل المستويات اللي موجوده في الدوله، انشطه فعاليات طبعا داخل. انا حضرتك النهارده عندي تراك للعجل، استطيع اهلنا اللي بيمارسوا رياضه العجل يقدروا يركبوا عجل، عندي تجديف سياحه التجديف ومراكب شرعيه، عندي ثلاث مدرجات لاقامه انشطه واحتفالات قوميه او اقامه مهرجانات، حضرتك ثلاث مدرجات دول بيسعوا 1240 فرد، عندي مسرح مكشوف لاقامه انشطه شبابيه عليه، حضرتك بيسع 742 فرد. ده في المنطقه اللي تم افتتاحها. ده في المنطقه اللي تم افتتاحها يا فندم فقط. هايل. كل هذه الانشطه انا بستهدف حضرتك كافه الفئات العمريه يا فندم، من الطفل الصغير اللي جاي مع اهله، من الشاب اللي في الجامعه، من الشاب اللي خلص، من السائح اللي جاي من بره مصر، ولما حضرتك ينزل النهارده يلاقي التطوير اللي حصل ده مش موجود في اي دوله. صحيح. في الدول الافريقيه الموجوده حاليا النهارده عندها. يعني في فن ورياضه داخل الممشى طبعا، عندنا فن، عندنا رياضه، عندنا ثقافه، عندنا حضرتك اماكن للتنزه. حضرتك النهارده احنا بنستغل كل نقطه جوه نهر النيل في الاستغلال الامثل ليها، نرجع نهر النيل للمصريين مره اخرى، اخلق مناطق جذب سياحه وفرص سياحيه. حضرتك يا فندم فرص عمل يا فندم كمان، يعني طبعا. انا كنت هسال دلوقتي الشغل الرائع ده اللي احنا بنتكلم عنه هل تم تنفيذه بايدي مصريه، وكم اتاح من فرص عمل للشباب سواء اثناء التنفيذ وبعد التنفيذ من خلال المحلات والكافيتريات وغيره؟ بص يا فندم، الممشى او المشروع القومي ممشى اهل مصر تم باستشاريين مصريين بايادي مصريه في التنفيذ. ماشي، حضرتك النهارده الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه كانت هي المقاول الرئيسي لتنفيذ المشروع، جابت بعض الشركات تشتغل معاها من الباطن. حضرتك النهارده قدرنا هي المقاول الرئيسي كاشراف، ولكن في شركات مدنيه بتشتغل تحتيها، يعني بتاكد على هذا الموضوع. طب يا فندم حضرتك خلقنا 4000 فرصه عمل مباشره داخل الممشى في المسافه الكيلو 800 فقط، ده حضرتك بخلاف الفرص العمل غير مباشره. انا حضرتك النهارده رايح اشتري اسمنت، راح اشتري حديد، راح اشتري معدات، انا حضرتك دي العماله اللي اشتغلت جوه الممشى
العماله بقى اللي انا شغلتها في محل في المخزن بتاع الحديد او مخزن الاسمنت او كافه المعدات دي حضرتك مش محسوبه معانا. انا خلقت 4000 فرصه عمل مباشره داخل الممشى، ده بخلاف حضرتك الفرص بتاع العمل اللي احنا خلقناها بعد تاجير هذه المحلات. حضرتك النهارده يكفي يا فندم ان العالم كله النهارده بيتكلم عن مشروع ممشى اهل مصر باعتباره مشروع قومي اعاد نهر النيل لرونقه وجماله. الافتتاحيه والصور ماليه العالم كله. صحيح. حضرتك انا حتى كنت لسه عامل مقاله يوم الجمعه اللي فاتت في الاهرام الانجليزي صدرت بره مصر، حضرتك الصور فعلا تبهر. شغل عالي جدا، تنفيذ في ظروف غايه الصعوبه، تنفيذ طبقا للمواصفات. حضرتك النهارده بقى عندنا اهم حاجه الترويج، يعني الحاج المقاله كتبتها نوع من انواع الترويج لما يحدث داخل مصر. طبعًا. المهم بقى الجهات كلها تتعاون معاكم عشان نظهر هذه الصوره الحضاريه، عشان نعمل جذب سياحي، نجيب سياح لمصر اكتر لما يعرفوا ان هذه المشروعات موجوده. كيفيه الترويج وفنيه التسويق والترويج ده شيء مهم جدا. طيب عندي سؤال تاني كمان، دي المرحله الاولى هتبقى فيها انشطه حضرتك شرحتها لي، طيب باقي المراحل الثانيه والثالثه والرابعه وغيره لغايه ما نوصل باذن الله في زمن وجيز ان احنا نغطي ال 53 كيلو اللي حضرتك قلت عليهم، هل الانشطه تختلف من مرحله لاخرى ولا تتشابه ولا تتكامل؟ اتفضل. لا يا فندم، الانشطه موجوده في كل مرحله، هتكون موجوده في باقي المراحل. احنا مسمينه ممشى اهل مصر عشان كل اهالينا قصاد تكون منطقه داخل كورنيش النيل يقدروا يستمتعوا بيها. مش عاوز حضرتك اهالينا اللي موجودين في المعادي يقول لا ده انا عندي خدمه عند كوبري 15 مايو مختلفة. مش موجوده عندي، انا بتزامل عندي فاروح 15 مايو، لا ده انا اروح عند شبرا الخيمه. لا، كافه الخدمات، كان في توجيه في فخامه الرئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء مع وزير الاسكان ان كافه الخدمات اللي تقدم في المرحله الاولى تكون هي نفس الخدمات تقريبا اللي تقدم في باقي المراحل عشان حضرتك كل منطقه تقدر تستمتع بالكورنيش قصادها.